مرحب بيك يا كابتن. في البداية أنا مبسوطة جدا إنك معايا النهاردة. كل سنة وأنت طيب، رمضان كريم. هنتكلم طبعا على حاجات كتير، ولكن في البداية عايز أعرف أنت شايف الموسم ده إزاي للجون؟ اولا برحب بيك طبعا يا رزان، ومبسوط ان انا معاك وعلاقات النادي الاهلي. وكل سنه وانت طيبه والمشاهدين كلهم طيبين وبخير، يا رب ان شاء الله يبقى شهر كريم علينا وسنه خير باذن الله. شايف الموسم ده إزاي للجون؟ الموسم صعب جدا والله، مش على الجونه بس، على الفرقه كلها. الدوري بقى قوي جدا، الفرقه كلها بتصرف، عندها لعيبه كويسه جدا، الماتشات مش سهله، ف الدنيا يعني مش سهله خالص. لازم اللي هيجتهد ويتعب اكتر هيعمل سنه كويسه. انت شايف الموسم ده اصعب من الموسم اللي فات؟ بكتير. في اسباب معينة لصعوبة الموسم؟ اسباب ان الفرقه كلها بقت يعني كلها اقوياء، كله بيصرف، كله جايب لعيبه كويسه جدا، حتى الفرق ما مش عارفين مين نازل مين قاعد، كله مفيش فرقه مثلا ايه، لا دي مثلا الاول كنت تقولي مثلا من اول 10 اسابيع مثلا في الدوري في مثلا فرقه او فرقتين ايه دول هينزلوا واللعب على الفرقه الثالثه، لا دلوقتي مش عارفين مين اول فرقه نازله اصلا، فالدنيا صعبه جدا يعني.